خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس سفراء الدول العربية في بروكسل بحضور كل من السفراء والممثلين عن البعثات الدبلوماسية العربية حول الحرب على غزة، أكدوا مطالبتهم بوقف الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين. دعني أؤكد لك، أنا كسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ تأكدت من الاستقرار العربي. تخيل أنه منذ بداية الأزمة اجتمع مجلس سفراء العرب الذي يضم كل الدول العربية هنا عدة اجتماعات طارئة، وشكل لجنة من داخل المجلس تتكون من المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، لبنان، الجامعة العربية فلسطين، للالتقاء بجميع المسؤولين في الأوروبيين وبلجيكا ولوكسمبورغ. هذه اللجنة الصغيرة السداسية التقت بجميع المسؤولين، أثرنا جدا في القرار. وأنا صريح معك، لقائنا مع شارل ميشيل مع السيد بوريل أدى إلى عقد قمة أوروبية استثنائية، أدى إلى التراجع في حدة البيانات، أدى إلى حديث الاتحاد الأوروبي عن وجوب وقف القتل المدنيين، أدى إلى مقولة بوريل بالأمس لأول مرة مسؤول أوروبي يتحدث أمام البرلمان الأوروبي ويقول يجب أن نتوحد جميعا كدول أوروبية أعضاء لمنع القتل في غزة. ومن خلال كلمات السفراء العرب المجتمعين في بروكسل شددوا على بحث كل السبل الكفيلة بإدخال المساعدات العاجلة ووقف كل أشكال الاعتداءات على المدنيين بقطاع غزة.